The holiest month of the Islamic calendar, beginning in unholy conditions. Thousands of families displaced, but determined to mark Ramadan. لكن أصرينا إنه نزين لرمضان ونحتفل في سفرة متعددة الأصناف السنة الله أعلم يعني إذا أوجدنا الأكل في ناس كمان كثير هتكون صايمة ومش هتلاقي أكل تفطر عليه. A month of fasting threatening to become a month of famine. فيش شيء لا في طمر ولا في ألبان زي الخليج ولا شيء عالي الواحد مش قادر يشتغل لأولاده.